بالموازاة مع إعادة إقلاع السياحة 2020 كانت كذلك لنا فرصة باش نخمو على أش المستقبل بغينا للسياحة ديالنا. واش غادي نبقاو في ديك 13 مليون سائح اللي كانت عندنا في 2019 ولا واش يمكن لنا نطمحوا لأكثر؟ وفاش بدينا التفكير في خريطة الطريق مع المهنيين ومع المكتب الوطني للسياحة ولا سميت وجميع المتدخلين، خرجنا جميع بخلاصة واحدة اللي هي أننا عندنا طموحات كبيرة وخصنا نزعموا إلى بغينا نحقوها. واليوم عندنا رؤية واضحة، بغينا نوصلوا 26 مليون سائح في أفق 2030 ونخلقوا 200 ألف منصب شغل، يولي المغرب من 15 أكبر وجهة سياحية في العالم. وكمرحلة أولى طلقنا المخطط، طلقنا خريطة الطريق اللي الهدف ديالها هي نوصلوا 17.5 مليون سائح في 2026. واللي مهم واستثنائي هو أننا وقعنا على هذه الخريطة الطريق مع الحكومة، والحكومة خصت لهذه خريطة الطريق 6.1 مليار ديال الدرهم اللي هو قدر غير مسبوق، وهذا الشيء كيبين الأهمية اللي كتعطي الحكومة الحالية لقطاع السياحة. نعطيكم بعجالة واحد الفكرة على هذه خريطة الطريق، هي كترتكز على تصور جديد للعرض اللي هو مبني على تجربة الزبون. حيث كيف ما كتعرفوا اليوم السياحة في العالم كتعرف منافسة كبيرة، والمؤهلات السياحية بالفعل مهمة، ولكن ما تتكفيش باش تخلق ديك التجربة السياحية الفريدة اللي كيقلبوا عليها السياح. داكشي علاش حنا دزنا من واحد التصور اللي هو مبني على المدن الى تصور اللي مبني على التجربة السياحية، ووضعنا 9 ديال السلاسل موضوعاتية كالسياحة الثقافية او سياحة الريادة المائية او سيتي بغاك، يعني سياحة المدن، او سياحة في الهواء الطلق، سياحة الصحراء والواحات الى اخره. وكل سلسلة غادي نلقاو فيها جميع الوجهات في المغرب اللي يقدر يعيش فيها السائح هذه التجربة. وباش نضمنوا النجاح لخريطة الطريق اعتمدنا حكامة جديدة من خلال إحداث لأول مرة لجنة وطنية كيترأسها السيد رئيس الحكومة. علاش؟ لأن كلكم كتعرفوا بأن السياحة عندها واحد الطابع أفقي، وكاين عدة قطاعات اللي كيدخلوا في تجربة السائح، كاين قطاع النقل، قطاع كاين الداخليه، كاين الثقافه. وداكشي علاش هاد اللجنه فيها هاد القطاعات كامله. وعندنا كذلك لجنتين على الصعيد الوطني اللي هما لجنه غادي تكون مكلفه بالربط الجوي، واللجنه غادي تكون مكلفه بالعرض والطلب. وعندنا 12 لجان جهويه اللي كيترأسها السادة الولاد اللي غادي يكونوا اللي غادي يتبعوا هاد المخططات الجهويه وينزلوا جميع المشاريع. كذلك باش ننزلوا هذا العرض اشتغلنا على واحد الروافع اساسيه. الاولى هي تعزيز النقل الجوي. مثلا في سنه 2023 رفعنا عدد مقاعد النقل الجوي ب 22%، وعقدنا اتفاقيه شراكه تاريخيه مع غايانير اللي طلقنا فيها 24 خط دولي مع 8 ديال الاسواق الاستراتيجيه، وفتحنا ايضا 11 خط جوي داخلي جديد. وهذا الشيء غادي يمكننا اولا باش نفكوا العزله على بعض المناطق، ثانيا هذا الشيء غادي يمكن السكان المغاربه يسافروا في المغرب بأتمنة مناسبه وبسهوله كذلك، وغادي يمكن السائح الاجنبي يطول مده الاقامه ديالو ملي يجي المغرب. مثلا يمكن له يدوز 3 ايام في مراكش ومشي يدوز يومين في الرشيديه، حيت دابا كاين واحد الطائره كتربط بين هاد جوج المدن. كذلك كنشتغلوا على الاستثمار في الطاقة الإيوائية اللي هي واحد التحدي كبير بالنسبة لنا، خصوصا وأن مع هاد التظاهرات اللي غنضموا من هنا 2030، ولاحظنا إقبال علامة عالمية معروفة على الاستثمار في بلادنا، وشفنا افتتاح فنادق متميزة في مختلف جهات المغرب. فتحنا في 2023 واحد أكثر من 130 فندق في المغرب، وهذا الشيء تيبين هاد بأن المستثمرين تيتيقوا في هذه البلاد وبغاو يستثمروا، ودابا هذا الشيء مازال مستمرين فيه في 2024.
عندنا كذلك الاستثمار في الترفيه، لان كنعرفوا بان كاين واحد الخصاص في المغرب، دونك ما كاينش غير استثمار في الفنادق، كاين الاستثمار كذلك في الترفيه. وطلقنا في فبراير برنامج طموح اللي هو جو سياحه، اللي كيستهدف الى مواكبه 1700 مقاوله سياحيه في افق 2026 باش نخلقوا واحد العرض الترفيهي غني في جميع انحاء المغرب. واخيرا تنكزوا كذلك على التكوين، وطلقنا برنامج مهم مع الواف بي بي تي ومع الكونفدرالية الوطنية للسياحة اللي معنا اليوم، واللي غادي تكون لنا الموارد البشرية اللي غادي نحتاجها، لا بالنسبة للعدد ولا بالنسبة للجودة، لأن إلا بغينا نوصلوا 26 مليون سائح في 2030 خصنا نكونوا أكثر ونكونوا أحسن.